السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ومأرياج مع فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. كنعتذر على الغيبه الطويله اللي غبت عليكم، رجعت لكم اليوم فيديو جديد ومختلف على باقي الفيديوهات اللي كننزل لكم في القناه. الفيديو ديال اليوم غيكون عباره على روتين خفيف، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. غنبدا معكم الروتين ديال اليوم من الفطور. غنحضر معكم الفطور ديالي اللي غنحضر فيه خبز ديال الشوفان. غنحتاج 3 كؤوس بركات ديال العنبه ديال دقيق الشوفان. غنحتاج معلقه صغيره ديال بذور الشيا، معلقه صغيره ديال بذور الكتان، معلقه صغيره ديال حبه البركه، ومعلقه صغيره ديال الملح، واربع كؤوس ونصف من الماء مع بركات ديال العنبه. غنخلط النواشف جيدا ونبدا نضيف الماء تدريجيا حتى نحصل على القوام اللي غتشوفوه معايا. كنحصل على هذا القوام كيف ما كتشوفوا معايا، واخا يجيكم جاري راه هو هذاك. كنخبزو فوق مقلاه ساخنه بحال البغرير، يمكن لكم ديروه كبير، انا غادي نفضل نديرو صغير بهذا الحجم. كنخليه حتى كينشف جيدا وكنقلبوه على الجهه الاخرى. من بعد ما طاب خبز الشوفان كيجي على هذا الشكل، كيجي البنات رائع وبنين. كنتمنى تجربوه. رافقت الطبق ديالي او الفطور ديالي ببعض الفواكه المقطعه كيف ما كتشوفوا معايا، وقطعت حتى الاومليت اللي وجدت بحجم خبز الشوفان ونوضعه بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. هنا نحضر الجرانولا، غنضيف ليها بيرلي او يمكن لكم تضيفوا ليها ياغورت طبيعي، وكنضيف ليها حبيبات ديال الشوكولاته السوداء. كيكون هذا هو الفطور ديالي ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا البنات خبز الشوفان، كيجي بنين ورائع وسهل. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعليق. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. نفطر ان شاء الله ورجع معكم نكمل معكم الروتين ديال اليوم.
بعد ما فطرت الحمد لله غنحضر الخبز ديالي. غنحتاج زلافة ديال دقيق الشاعر يكون مغربل، غنحتاج زلافة ديال القمح الصلب كومبلي، وغنحتاج زلافة ديال فارينة حتى هي تكون مغربلة جيدا. غنحتاج معلقة كبيرة ديال خميرة الفورية، خميرة حبوب. غنحتاج حبوب نافع وحبة حلاوة وزرعة الكتان يكونوا مصهدين، ملح ومعلقة كبيرة ديال سنيدة. غنوضع جميع العناصر في الإناء ديال العجانة وغنعجن الكل جيدا بالماء الدافئ. من بعد ما خليت العجينة تختمر غنشارك معكم بعجالة الغداء. غنحضر دجاجة محمرة في الفران، عندي هنا دجاجة اللي ديجا رقدتها ليلة قبل في الإقامة والربيع والثومة والحامض مصير. غنعمر هاد الدجاجة بفيرميسيل، غنرافق معاه الزيتون مقطع، الفلفل الحار، الكبدة ديال الدجاج اللي ديجا سلقتها في الماء والملح والحامض وورق الغار، وعندي هنا بصلة كبيرة وفلفلة حمراء صوتيتهم في القليل من زيت العود والملح والإبصار. من بعد ما خلطت الحشوة جيدا كنعمر بها الدجاجة ديالي اللي ديجا معمرة بالإقامة والحامض مصير والربيع. كنضيف لها الحشوة بهذه الطريقة وكنسد لها رجيلات ديالها. كندهن الدجاجة ديالي بخليط من الياغورت مسوس، جوج معالق كبار مع معلقة ديال لاموطاغد والفلفل الحار. كندهنها جيدا بهذه الطريقة وكنثقبها بعود شواء جيدا. كندهنها حتى من الجهة الأخرى. غنطيب هاد الدجاجة ديالي فوق الملح في الفرن، كتجي البنات فتية ورائعة. كيجي بنين الدجاج اللي كيطيب عفوا فوق الملح. عندي هنا الطاوة ديالي فرشتها كاملة بالملح وغنوضع بابي كويسون، ونوضع الدجاجة ديالي ونغطيها بابي كويسون وندخلها للفرن على حرارة 200 درجة حتى كطيب جيدا. غنرافق الدجاجه ديالي ببطاطا في الفران. عندي هنا بطاطا صغيره اللي قسمتها ديجا على جوج وغليتها في الماء مع الملح. كنوضعها في طاوه فيها زيت الزيتون، كنرش عليها الفلفل الحار، الفلفل الاسود، بابريكا او تحميره، وكنخلطها جيدا. غنضيف ليها حبه ديال الفلفل صغار ملونين وغنرشها بالقليل من الزعتر ونغطيها بابي كويسون وندخلها للفرن حتى كطيب جيدا وكتحمر. من بعد ما خمرت العجينه ديالي كنقرص الخبيزات ديالي على هذا الشكل. قرصتهم هنايا بزرارع اللي فيهم زنجلان، زريعه الكتان، السانوج، الزريعه البيضاء والزريعه الكحلة، الشوفان. كيجيو رائعين كيف ما كتشوفوا معايا هنا. من بعد ما طابوا كيجيو محمرين ورطبين من الداخل، ضروري تكون العجينه مطلوقه. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المائدة الغداء ديال اليوم. رافقتها بسلطة خضراء وسلطة ديال الفواكه. بالنسبة للسلطة الخضراء فيها الخس، الباربة والتفاح، رشيت عليهم القليل من بذور شيا. وسلطة الفواكه فيها فواكه مخلطة، رشيت عليها الفوق القليل من الفواكه المجففة. وهذه الدجاجة ديالنا اللي طيبناها فوق الملح كتجي رائعة البنات وفتية وبنينة. كنصحكم تجربوها مع البطاطس اللي طيبتها حتى هي في الفران.
رافقت المائدة ديالي بعصير الليمون والخبيزات ديال الشعير، كيجيو رائعين، والزرارع كنتمنى حتى هما تجربوهم. من بعد ما تغدينا الحمد لله، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب، غنحضر القهوه ديالي. انا مدمنه على شي حاجه سميتها القهوه، بقاو معايا وانا كنحضر فيها. غننتقلوا الفقره الاخيره اللي غتكون فقره جديده في الروتينات ديالي، اللي هي فقره العنايه بالجمال. غنشارك معكم فيها وصفات تجميليه مجربه. بالنسبه للوصفه ديال اليوم غتكون عباره على ماسك البشره لتفتيح البشره وترطيبها. غنبداو بالقماش، قماش القهوه. غنحتاج معلقه كبيره ديال القهوه اللي كتبقى في العصاره، ضف ليها معلقه صغيره ديال زيت الكوك، كنخلطهم جيدا وكتقوميو بهم الوجه ديالكم والرقبه لمده ديال 3 دقائق حتى 5 دقائق. بالنسبه للماسك غنحتاج معلقه كبيره ديال الروز مطحون، معلقه كبيره ديال الفول مطحون،
معلقه كبيره ديال الحمص مطحون ومعلقه صغيره ديال الودعه مطحونه. كنعتذر هنا كانت الاضاءه قويه. كنضيف لهم كبسوله ديال فيتامين او الخاصه بالوجه، كاين فيتامين او ديال الشعر وديال الوجه، ردوا بالكم خذوا ديال الوجه. كنجمع الماسك ديالي بالياغورت الطبيعي، يمكن لكم تعودوه بصفار بيضه بلديه، كنجمعو حتى كنحصل على كريمه. من بعد ما كتحصلوا على كريم بهذا القوام كيف ما كتشوفوا معايا، كتوضعوا الماسك على الوجه كامل وعلى الرقبه لمده ديال 20 دقيقه حتى كينشف جيدا. من بعد كتغسلوه بجل نيتويون المعتمد عندكم. بالنسبه لجل نيتويون اللي كنستعمل انا ديال ايفغوشي، صراحه رائع للبشره الحساسه والبشره الجافه. كنستعمله مع لابوغوس الخاصه بالوجه. بعد ما كتغسلوا الوجه ديالكم جيدا من الماسك، كديروا مساج بزيت ارغان طبيعي او زيت تين شوكي الطبيعي. لما توفروش عندكم هاد الزيوت يمكن لكم ديروا زيت الورد حتى هو رائع البشرة. كديروا مساج بحركات دائرية من الاسفل الاعلى لمدة ديال 3 دقائق. من بعد كتغسلوا الوجه ديالكم جيدا وكترشوه بماء الورد المقطر، رائع البشرة. كنتمنى الوصفات ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائده. السلام عليكم.